يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليست التوبة لا تقبل عند الاحتضار؟ فكيف يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم، التوبة ما قيل إنها ما تقبل عند الاحتضار، من اللي قال هذا؟ لا تقبل عند الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل، أما لو تاب قبل أن تبلغ الروح الغرغرة قبلت ولو كان في الاحتضار.